مش كتير يعرفوا انه شوقي حجابه عمل بعض الاغاني للكبار مش بس الاطفال، هو شهرته الاكبر في اغاني الاطفال، ومنها اغنيه لعمرو دياب او اكتر من اغنيه لعمرو دياب، بس واحده منها كده مقتبسه من الفولكلور بتاع قناه البورسعيدي. في البدايه عمرو دياب اول حد عمل له حاجه كان شوقي. شوقي هو اللي عامل له الغنوه اللي اعتمد بيها في الاذاعه والتلفزيون، وهي ادي الارض وادي الشمس وادي مصر. من اوائل الاغاني اللي كمان شهرت عمرو دياب بتغني لمين ومين يا حمام، هي اصلا فولكلور بس بقيه الكلمات بقى ظبطها له بقى اهو. وكانت هديه من شوقي حجاب، ما خدش عنها فلوس. كانت هديه. مجموعة من الأغاني الغير نمطية اللي عملها عمرو دياب من أشعار شوقي حجاب زي الأميبا، وزي أغنية للثانوية العامة. أغنية للثانوية العامة ده كان مصمم يا ثانوي. ده كان إيه، عمل تلفزيوني؟ ده كان عمل تلفزيوني، سهرة تلفزيونية. كان عمل تلفزيوني واتعملت الأغاني دي وناس كتير حفظتها وبترددها، هي قبلك شوية. يمكن انت بس أو يمكن عشان ايوه بس ممكن. يعني الاجيال تتغير وتبقى الثانويه العامه هي الثانويه العامه. ما يمه العقل اصم مالك كده مستقويه وكتم على الاعصاب والدم، مالك ومال مستقبلنا، ده احنا املنا في عملنا وعملنا رايح وعامله، والمير هو اللي قبلنا، علم رياضه وعلم معلوم، ادب في علم لغير معلوم، وكلنا دفع المعلوم، دروس خصوصي ولم فلم بخ يا نشر في الاعصاب والمخ، الدنيا فوق رسنا بترخ، دروس دروس وانفسنا فهم. يا سم سم يا سم سم يا سم سم يا سم سم يا صم صم يا ثانوية يا عم يم العقل أصم، مالك كده مستقوية وكتم على الأعصاب والدم، مالك ومال مستقبلنا، ده احنا أملنا في عملنا وعملنا رايح وعاملة، والمير هو اللي قبلنا، علم رياضة وعلم علوم، أدب في علم لغير معلوم، وكلنا دفع المعلوم، دروس خصوصي ولمي.